اتنين تحت صفر بس الساعة 9 بالليل وأنا جوعان ومصاري ما في دليفري ما بدي. وشوف شو في بالبيت لحتى أحضر عشاء خفيف ويمكن يكون كمان تربية للأولاد. فكروا معي لنشوف شو رأيكم بهالمشروع، هأعمل أومليت خفيفة على طريقة أسرار آدم. يلا أنا وياكم لنشوف. فتشت بهالبراد لقيت كم بيضة، ولقيت في عندي المصل تبع اللبن، أنا بعمل لبني ولبن فالمصل بحطه ببراد. بكرة عندي كويز، عم بحضر كويز لطلاب السنة رابعة طب، فهلأ سهرة طويلة بدي أعمل هالأكلة خفيفة. أوكي هلأ أحط عندي بصلة خضراء لقيتها، حبتين توم، آخر حبتين توم لقيتهم، نص بصلة صغيرة، وهذا الكرفس المجفف اللي مرة الماضي فاجأتكم عليه. حط هلأ السيبرتكي أو المصل، جهزت شوية طحين كمان. اوكي حط الله هلا ملعقة 2 3 وشوف اذا بدها بعد. بقولوا الحاجة ام الاختراع، الجوع ابو الاختراع. تعرفوا شو اكره شغلة عندي بالمطبخ اللي ما بطيقها؟ حزرتوا ايه؟ الجلي، ما بطيقه. هلا العيلة كلها نايمة، بدي احاول قد ما في ما اوسخ كثير. هلا في عندي مقله شقون، حط فيه شويه زيت زيتون، هذا الحضيف الثوم اللي قطعته، وبدي نكهه الزيت تتشرب بالثوم. حط كمان شويه بصل معه و الكرفس المجفف وشويه بصل اخضر. ريحه بتشهي، زدت لهم شوية زعتر أخضر طول البيتزا مع ريحة الثوم وزيت الزيتون، بتجنن طبعا. هلا بهذا الوقت اللي عم بقلي فيه أنا رح فرجيكم شو البهارات اللي بدي أحطهم. شوية زنجبيل، شوية كمون، عندي ملح الهملايا بشكل الحجارة بدي أحط عليهم شوي، زعتر للبيتزا، شوية بهار الحلو، وهيدا قرفة، وكزبرة يابسة شوي صغيرة، هو هني يعني اللي موجودين عندي. هلا حوطت الغاز على المينيموم. هون انا وياكم رجعت لخلطة البيض مع الطحين، حط البصل الاخضر، حط البصل العادي، شوية زنجبيل يعني شي بسيط ما بكتر أبدا، كله شوي شوي، كمون، هيدي نص ملعقة شاي اللي انا حاملها بايدي، عم بحط عليها على طرف الملعقة مش كتير، كمان كزبرة، بهار الحلو، القرفة، شوية زعتر البيتزا بيعطي نكهة بتجنن، وأخيرا بدي أحط شوية ملح. اخلطهم مع بعض، هلا رح اسكبهم من دون ما احط لهم لا بيكنج باودر ولا صودا، رح اسكر العطا واتركهم على نار متوسطه. اوكي اشوفكم بعد شوي. هيك اصدقائي خلصت، ممتازه، اتركها لشوي لتبرد وصبها وندوقها، قصدي اتعشى. لقيت شوية كبيس لفت أنا كنت أعمله، وشوية عصير بندورة كمان كنت مجهزهم. لحلق دوق قدامكم لفرجيكم إذا كان طيب ولا مش طيب، بس كرمال هيك. جربوها، مش رح لكم إنه شهية كتير وبتجنن وخفيفة، جربوا. إلى اللقاء مع همسات عشاء بالمرة الجاية، بس ما تنسوا سبسكرايب ولايك وشير. باي باي.